اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده جينا لفيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن شخص هتحطه في بالك هنا في الفيديو. الشخص ده لو انت معاه في علاقه جديده، الفيديو ده هيكون خاص للناس اللي داخله علاقه جديده. الشخص ده نيته ليك ايه؟ او الشخص ده هل هو بيحبك ولا لا، او عايز يمشي العلاقه لخطوه قدام ولا لا؟ تعالوا نشوف. عندنا النهارده اختيارين او مجموعتين. اول مجموعه نختارها بالكروت دي، او الكروت اللي بالشكل ده، دي اول مجموعه معانا. تاني مجموعة تبقى بالشكل ده بتاع الكورد. اختاروا بين المجموعتين، حاولوا تفكروا في الشخص ده قبل ما تختاروا. وبعد كده للناس اللي عايزة الحروف، احنا هنحط لكم الحروف في صندوق الوصف تحت. يلا بينا نبدأ مع اول مجموعة. اهلا بيكم اصحاب المجموعة الاولى اللي اختاروا الكورد ده، كورد بالتارو. تعالوا نشوف الشخص اللي انت داخل معاه علاقة جديدة. الشخص ده نيته ليك ايه؟ بيفكر فيك ازاي؟ الشخص ده نيته ليك اصحاب المجموعة الاولى انه شخص واضح كده ان هو مقبل عليك جدا، شخص عايز يقدم لك حاجات كتير جدا، شخص صريح معاك الى ابعد حد. وللبعض منكم الشخص ده كان ليه علاقة وداخل في علاقة معاك جديدة، كان هي علاقة قبلك ودخل في العلاقة دي. انما انا شايفة في محبة بين طرفين، انت بتحب الشخص ده، هو بيحبك على فكرة، وهو بيحبك. لكن يعني يؤسفني ان انا اقول ان البعض منكم في اون واوف، يعني علاقة جديدة لكن فيها اون واوف، فيها عدم وضوح في الرؤية من طرف من الاطراف. لكن في حد هنا عايز تقدم، وغالبا هيكون الولد. يا ريت تتفرج عليا، لو انت بنت فالشخص ده عايز يرتبط بيكي، يرتبط بيكي وبيفكر ان هو يقدم لك حاجه، يقدم لك حاجه، يعني يتكلم معاكي، يعترف اعتراف، يعني يقول لك الكلام اللي في قلبه وهكذا. لكن انا شايف في حد متعلق بحد هنا. تعالوا نقرب الكروت كده. شايفه في حد متعلق بحد هنا قوي، شايفه في تعلق، شايفه ان الولد هو اللي متعلق بالبنت هنا في القصه. فالشخص ده متعلق بيكوا قوي اصحاب المجموعه الاولى. شخص بيفكر فيك ليل نهار، بس حاسس ان هو اتورط، اللي هو اول ما شفته انا اتورطت. انا شايفه هنا في شخص حبك من اول مره، او من اول ما شافك اصحاب المجموعه الاولى. الشخص ده من اول ما شافكوا وقع في غرامكم، او وقع في حبكم. طيب عندنا الدس بيقول ان الشخص ده كان طالع من مرحله صعبه جدا في حياته، مرحله صعبه جدا، ممكن تكون علاقه صادقه، او ممكن يكون كان عنده مشاكل في حياته عموما. بس اللي انا شايفه ان الشخص ده عايز معاك يا اصحاب المجموعه الاولى انه يبتدي من جديد، ويفكر ان هو يطلع قدام في العلاقه دي. انا شايفه كمان في اقبال عليك جامد جدا والحاح، لكن انت يظهر كده انت اللي كنت بتنهي علاقه يا اصحاب المجموعه الاولى، كنت بتنهوا علاقه قبل الشخص ده. فاللي انا شايفاه انك محتار، خايف تتعلق، وخايف تكرر التجربه تاني، علشان كده انت ماسك زمام امورك ومش حابب ان انت تاخد تجربه. لكن احب ابشرك ان ده يا توأم روح، يا اما شخص فعلا بيحبك من قلبه. يعني الشخص ده بيحبكم من قلبه قوي يا اصحاب المجموعه الاولى، واللي نهى معاكم مرحله، او اللي نهى فيكم يعني اللي بيسمعني مرحله في حياته، فتاكد ان دي كانت اسوأ مرحله انت مريت بيها، لكن ان شاء الله اللي قدام حلو جدا. عندي كمان في حد فيكم بيهرب، او نسميه الهارب في القصه، او القصه العاطفيه، بتهربوا. بس بتهرب من ايه انا معرفش، لكن انا شايفه فينا هروب من حد فيكم، وشايفه في حد محتار بين علاقتين، او بين الشخص ده وحد تاني. انت ليه محتار؟ ليه محتار؟ شايفاكم محتارين جدا، شايفاكم مش عارفين تكرروا، شايفاكم بتهربوا من العلاقه، خايفين الشخص ده تتعلقوا بيه. في خوف هنا من تعلق، في خوف من تعلق. البعض منكم الشخص ده علاقه يعني جديده تماما وتطهيرية في نفس الوقت. يعني انا شايفة في حد علاقته بيك علاقة تطهيرية، اللي هو هيجي يمحي كل الناس اللي انت عرفتها في حياتك،
ده شخص بيمحي كل الناس اللي انت عرفتها، اصحاب المجموعه الاولى، وشايفه كمان ان الشخص ده مستعد يعمل معاك حاجه، او مستعد يضحي بحاجه، مستعد قلنا يطور العلاقه، لكن خوفك من الماضي هو اللي مش مخليك تعترف للشخص ده، ومخليك خايف تتعلق بيه او خايف تقع مره تانيه. وفي حد فيكم بيفكر كتير اذا كان الشخص ده كارمي ولا حقيقي ولا مزيف ولا ايه، وناس كتير بتستغرب الشخص ده مقبل عليا ليه، انا مش فاهم ليه كميه الاقبال دي كلها عليا. بس انا عايزه ابشرك ان الشخص ده مقبل عليك عشان بيحبك، اصحاب المجموعه الاولى. ايه كمان؟ الشخص ده مرتاح قوي ماديا، يعني انا شايفه في شخص مرتاح ماديا ومش همه اي حاجه. البعض التاني ممكن تكوني زوجة تانية، او الشخص ده عايز ياخدك زوجة تانية بعد انهاء علاقة، لكن انا شايفة ان الشخص ده بيرفكت، شايفاه انسان محب جدا، شايفاه انسان صدوق جدا، شايفاه انسان فعلا عايزك من قلبه وعايز يهنيكي يعني، او عايز يخليكي في وضع اهتمام، يعني الشخص ده عايز يهتم بيك قوي، لكن للأسف انت بتقارن بينه وبين حد تاني. دايما موضوع المقارنة في بالك اصحاب المجموعه الاولى، انتوا بتقارنوا الشخص ده كتير جدا، ويمكن ده اللي مأذبكم في العلاقه. البعض منكم مشى من العلاقه دي او عايز يهرب من العلاقه دي، ولان في قصه قديمه هو لسه مخلصهوش، بس تاكد ان انت خلاص على مشارف ان انت تنهي علاقه فعلا كنت بتدي فيها قوي، كنت متعلق فيها. لكن احب اقول لك ان الشخص ده بدايه جديده ليك. احب اقول لكم اصحاب المجموعه الاولى ان الشخص ده هيخلص كارما او هينضف كارما في حياتك انت كنت بتعاني منها، وشايفاك اصحاب المجموعه الاولى بتتقدموا قدام وشاممكم، عايزين فعلا تدخلوا في العلاقه دي، بس المخاوف هي اللي مخلياك تقف مكانك. بلاش تفتعلوا المشاكل يا اصحاب المجموعه الاولى، مش شايفاك بتفتعل مشاكل مع الشخص ده. ونيه الشخص ده ايه؟ لا نيته حلوه جدا، وشايفه ان تفكيره معاك، الشخص ده بيفكر فيك انت، بيفكر فيكوا، يمكن يكون في حته تسلط، او يمكن يكون في شبه من حد تعرفه في الماضي، وعشان كده انت بتقارنه بينه وبين حد. لكن اللي انا شايفه ان الشخص ده عايز يكسبك قوي، عايز يكسبك، الشخص ده عايز يكسبكوا لصفه يعني بطريقه كويسه، لكن للاسف في حد فيكوا قافل قلبه قوي لدرجه ان انت بتطفي الشخص ده منك. نوايا الشخص ده ليكوا حلوه قوي يا اصحاب المجموعه الاولى، ما تحاولوش تخسروه. الشخص ده مش حد عايز يستغلك ولا حاجه، ولا حد عايز منك حاجه، بالعكس الشخص ده عايز يديك، عايز يبقى معطاء معاك، ومستعد يضحي علشانك في شيء. انا شايفه فيه نوع من انواع التضحيه هنا، وشايفه فيه انهاء علاقه. الشخص ده ممكن يكون البعض كان مرتبط بحد وبينهي علاقه زي ما قلنا في اول القرايه، بس انا شايفه ان هنا الفور اوف بنتكل بتقول ان الشخص ده يا اما انت لا مش حابب تدخل في العلاقه دي، خايف داخل فيها بمخاوف، انت داخل بالعلاقة دي بمخاوف. هل مخاوفك حقيقية؟ مخاوفكوا حقيقية، حقكوا تخافوا، حقكوا تاخدوا حذركم من الناس، ولكن مش بطريقة الشك اللي انت فيها اصحاب المجموعة الاولى. انت شكاك جدا وبتشك في الشخص ده، فارجوك ما تشكش فيه، لان الشخص ده ما يستاهلش منك كده. اول كارد نزل على التيبل هو التو اوف كاب، فمعنى كده ان الشخص ده نيته واضحة قدامنا هنا في القراءة، ان الشخص ده نيته حلوة قوي ليك، فبلاش قفلة القلب وما تكسرش نفسك اكتر ما انت مكسور، وانا شايفاك هنا مكسور، ان انت كان نفسك تكمل مع حد لكن العلاقه دي باظت. بالنسبه للبعض الشخص ده بتحسوه من الماضي، بتحسوه ان انتوا قابلتوه قبل كده، وفعلا الشخص ده قابلتوه قبل كده، ممكن يكون لو انت بتؤمن بالحياه السابقه الشخص ده كان حياتك السابقه، او قابلته قبل كده في زمن من الازمنه، لكن ان انا شايفه ان الشخص ده بيحبك جدا. لو انت شايف ان الشخص ده متعلق بيك فحاول تبعد شويه، انا شايفاك بتبعد عن الشخص ده. والبعض منكم الشغل ده معاه في الشغل،
او بتقابله في مكان شغل، لكن نيته ليك حلوه، انت مش عايز حب، انت قلت له لا انا حب ايه، خلينا مع بعض كده حلوين، فلا حب ولا بتاع. فانا شايفه ان انت انسان جد جدا، انسان تستاهل كل خير، لكن شكاك، دي اكتر حاجه او اكتر صفه في القراءه دي، الشك. ابعد عن الشك اصحاب المجموعه الاولى. الشخص ده عنده مشاعر نظيفه، عنده مشاعر حلوه ليك. الوعي، الوعي طلع لكم الوعي اصحاب المجموعه الاولى. انا قلت لك ان انت كنت في علاقه سابقه، دلوقتي وعيت على الاشخاص السامه، بدات ما بتحبش تدخل نفسك في موقف بايخ، بدات تنضج عاطفيا، في نضوج هنا عاطفي قدامي. شايفاكم كمان بداتوا مرحله جديده وعايزين فعلا تدخلوا الشغل ده حياتكم، لكن خايفين. كل الكروت بتاعتكو تعبر عن مخاوف والشعور بالذنب، بطل تحس بتأنيب الضمير عشان انت عايز تدخل العلاقة دي بقلبك، وفعلا عايز تدخل العلاقة دي وتدي فيها، لكن تأنيب الضمير هو اللي مخليك ما تعرفش تدخل في علاقة. وانا شايفك تأنيب ضميرك ده على الماضي، انت تندم على الماضي يا اصحاب المجموعة الاولى، بلاش تندموا على الماضي وطلعوا لقدام، خليش حاجة توقفكو. الشخص اللي عايزك بجد هيكون جنبك، والشخص اللي بيبعد خليه يبعد، ربنا دايما بيعوض للأفضل. فدي كانت القراءة أصحاب المجموعة الأولى، يا رب تكون القراءة دي عجبتكم. القراءة دي كانت سريعة مش مفصلة بطريقة يعني أكتر عمق. عايز الفيديو ده يكون قصير، وإن شاء الله نعمل فيديوهات قصيرة بعد كده. تابعوني في القراءة التانية لو حابين، شرفوني في القراءة التانية. طيب اهلا بيكم اصحاب المجموعه الثانيه، الناس اللي اختارت التارو اللي بالشكل ده. تعال نشوف دلوقتي الشخص اللي انت داخل معاه علاقه جديده، الشخص ده نيته ليك ايه اصحاب المجموعه الثانيه. تعال نشوف. بسم الله. قبل كل شيء وبعد كل شيء، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، لا حول ولا قوه الا بالله. تعال نشوف الشخص ده نيته ليك ايه، ليك وايه اصحاب المجموعه الكروت دي. الله، ايه الجمال ده كله، ايه الحلاوه دي كلها، يا ربنا من اول. شخص عايزه تقعد بيك وشايفك ايه لقطه، شخص هنا شايفكوا لقطه، عايز يرتبط بيكوا، عايز ده يبقى عايز يدخل على جواز وش كده. انا عايزه ادخل، انا لسه هستنى احب ولفلف، لا انا عايزه اتجوز، انا عايزه استقر. شخص ده يا اما معاك في الشغل اصحاب المجموعه الثانيه، يا اما فعلا شخص بيتمنى لك الخير لدرجه كبيره قبل ما يتمنى لنفسه يعني، وجذاب جدا ليك، شخص جذاب جدا في الطاقه دي. انا شايف ان الشخص ده مميز قوي وانسان يستحق يعني، وشايفه ان الشخص ده فعلا منجذب ليك، شايفك انت اللي جذاب اصحاب المجموعه الثانيه، انت اللي شخص جذاب جدا، شخص متالق جدا، شخص الناس بتحبك ويعني بتحب تتكلم معاك، بتحب تعاشرك، بتحب تتقرب منك، بتحب تسالك في حاجات، تستشيرك، فانت شخص محب جدا. وعلى فكره انت بتحضر افراح كتير، يا اما بتحضر افراح لناس يعني بتحب بعض، يعني بينهم حب او علاقات حب كتير، ناس كتير قوي بتحكي لك مشاكلها، ودي احلى حاجه فيك ان انت بتفتح قلبك لكل الناس. للبعض معاه اطفال، البعض معاه اطفال، لكن انا شايفاك في علاقه مستقره، الناس اللي متجوزه. والبعض التاني انت فعلا عايز تتجوز الشخص ده، وخايف يكون عندك سحر او بتخاف من السحر،
كارت الماجيشن عندي كارد مش هاخده كساحر، انا هاخده ككارد ايجابي طالع فوقيه التن اوف كاب. فمعنى كده ان الكارد ده ايجابي جدا ليكوا اصحاب المجموعه التانية، كارد ايجابي، كارد ايجابي، كارد بيتكلم عن شخص عنده كل حاجه مش ناقصه حاجه. انت كنا بنقول اصحاب المجموعه التانية ان انت عندك كل حاجه، وانت بتاخد الشخص ده ك يعني جه ما جاش ما جاش، انا عندي كل حاجه ومكتفي بنفسي. شايفاك مكتفي بنفسك قوي في الطاقه دي. بالنسبه لنهايه الشخص ده، لا نهايه جواز، بس انت نهايه حاجه، انت نهايه حاجه وبتزدهر لدرجه ان الناس شايفاك دلوقتي بقيت متالق وبقيت بتصلح حياتك. لكن انا شايفه الشخص ده داخل يعمل يزدهر في حاجه او يخليك تزدهر في شيء، وشايفه ان الشخص ده فعلا هينور وشك. لان الشخص ده داخل بصوره مش هقول لك جد، لكن داخل بصوره اللي هو انا داخل بنيه طيبه، انا مش داخل ادمر ولا داخل افرق ولا داخل يعني اسيبك، لا انا معاك، انا جنبك، انا مستعده امشي معاك الطريق. لكن انت ليه بتعمل كده؟ الشخص ده بيفكر كتير قوي فيك واصحاب المجموعه التانيه، وعايز ياخد معاك قرار لكن خايف منك انت، خايف شو ده المخاوف ان انت تسيب العلاقه او تدمرها او تخسره المشاعر دي كلها. فانا شايفه حد مهتم بيك، حد نفسه يتقرب منك، حد نفسه معاك في ارتباط رسمي، لكن خايف من قرار الارتباط، خصوصا لو انت اللي بتتفرج عليا طالع من علاقه. لكن لو الشخص ده طالع من علاقه، الشخص ده عنده امل ان انت تكون حد احسن من اللي فات. لكن انا شايفه في اختلاف ما بين الاثنين هنا، في اختلاف. يا ربنا يا ربنا سبحان الله، الشخص ده عايز يرتبط بيك يا فندم، الشخص ده عايز يرتبط بيك، الشخص ده مستعجل. يعني كروته حتى بتنزل على التيبل تقول لا انا مستعجل، انا بحبه، انا قررت. الشخص ده مكرر لكن خايف منك، انت عنده مخاوف منك. على فكره الشخص ده وشه حلو عليك قوي، اصحاب المجموعه التانية وشه حلو عليك، وهيقدر الشخص ده يضم او يحتويك. الشخص ده هيقدر ان هو يجيب لك الخير لحياتك. انا شايفة ان الشخص من اول ما دخل حياتك وجاب لك الخير. ليه الشخص ده ليك ايه؟ ممكن البعض يسفره او تقضوا الهانيمون في حتة، على فكرة ده لو في جواز، لو انت مقبل على الجواز. الشخص ده بيبعت لك كتير قوي، مهتم بيك جدا. انا شايفة علاقة جميلة جدا على فكرة، علاقة فيها اهتمام من طرف لطرف، فيها مشاعر متبادلة، فيها نية متبادلة، الاثنين عايزين يكملوا العلاقة دي مع بعض. وشايفة في كارما ايجابية، الشخص ده عوضك اصحاب المجموعة التانية، ده عوضك من ربنا سبحانه وتعالى، والله اعلم وعالم. لكن انا شايفة في عوض هنا بيتحقق لك بجوازة. البعض اللي مش داخل علاقة اعتبر ان الشخص ده هيدخل لك ان شاء الله، يعني الشخص ده هيدخل لك وجاي لك في الطريق اصحاب المجموعه الثانيه. ابشر واستقبل بشرطي ليك. لكن اللي انا شايفاه ان الشخص ده لو انت مش في علاقه بالمنظر اللي انا بقوله ده او بحكي عنه، الشخص ده داخل لك او لسه هيدخل لكم. البعض الثاني الشخص ده متقدم ليكوا وفعلا عنده قابليه انه يقبلك بكل عيوبك، والحد ده مهتم بيك قوي، وللبعض غني كمان. يعني الشخص ده ما شاء الله غني غني جدا يعني، وفي ورث في الحته دي او في العلاقه دي، يعني في العيله او في اختلاف على ورث. بس اللي انا شايفه ان الشخص ده يا اما بيكتب، يا اما شاعر، يا اما صوته حلو. واللي انا شايفه ان الشخص ده عنده امكانيات كتير وروحاني جدا، وخلي بالكم منه، الشخص ده ما يتعوضش، ده عوض اليه اصحاب المجموعه التانيه. انت اللي طالعه من علاقه، اللي بتتفرجي عليا، انت اللي طالعه من العلاقه، من علاقه معينه ومش حابه ان انت تخوضي تجربه تانية. لكن القراءه هنا بتاكد ان الشخص ده نيته جميله، وانا لاحظه انتوا الاثنين مكتفيين، هو مكتفي وانت مكتفي، شايفه في اكتفاء، شايفه في توازن جميل جدا، شايفه في قدر بيجمع بين اثنين، في قدر بيجمع بينك وبين شخص هنا اصحاب المجموعه التانية، في قدر بيجمع بين اثنين، في صدف بتجمع ما بين الاثنين. الشخص ده يا اما هتقابله في احتفال لو انت مش في علاقه،
شاء الله هتقابله في احتفال او في فرح ان شاء الله، او هتقابله في تجمع. الناس اللي مش في علاقه، الناس اللي في علاقه، الشخص ده هتقابله كتير قوي، ويمكن يجمع ما بينكم مناسبه، يجمع ما بينكم احتفال، يجمع ما بينكم حتى اجتماع عمل. بس انا شايفه مناسبه وفرح وناس فرحانه، شايفه في غيره عليك. الشخص ده نيته حلوه قوي. اصحاب المجموعه الثانيه بطل تفتعل المشاكل بسبب الغيره. اصحاب المجموعه الثانيه انا شايفاك بتفتعل غيره، يعني بتخاف ان الشخص ده يعني يروح لحد تاني او ينتبه لحد تاني، لكن خليك واثق من نفسك. انا شايفه انت زياده الثقه عندك عاليه، خصوصا لو انت بنت. اتفرج عليا، انت بقيتي انسانه مؤمنه جدا باقدار الله سبحانه وتعالى، مؤمنه جدا بان ربنا هيعوضك، وده اللي فعلا بيحصل في الويل فورجه. طيب ناخد لكم كارد نصيحه قبل ما نقفل القرايه دي على خير. متمرد انت واصحاب المجموعه الاولى، متمردين جدا، طالعين بكارد التمرد. انت مش عاجبك حاجه، ويمكن الشخص ده هو اللي بيبعت لك كتير او بيهتم بيك. انت عايز الطاقه دي، انت عايز تاخد الطاقه دي ليك، عايز تاخدها، عايز تحسها، عايز تحس ان انت مرغوب، ان انت مقبول، ان انت حد فعلا بيحبك حب حقيقي، ان انت حد فعلا عايزك في الحياه. وده اللي بيحصل مع الشخص ده اللي انت حطيته في بالك. الشخص اللي نيته حلوه، الشخص ده هيعرض عليك ارتباط. بطل كنترول اصحاب المجموعه، نبطل كنترول شويه، نحاول نبطل يعني نتمرد الا في الحاجه فعلا اللي تستحق ان احنا نتمرد عشانها. انا شايفاك انك بتتمرد على شخص بيحب، وشايفاك بتتمرد على شخص عايزك، وشايفاك بتتمرد على شخص فعلا بيهواك. فلا، انت موجه التمرد بتاعك بطريقه خطا او في طريق غلط، لان خلي بالك هتاخد كارما. انا شايفه ان الكارما هنا متوجهه ليك بطريقه حلوه قوي، فبلاش تقلبها عليك، فبلاش تقلبها عليك، لان الشخص ده جاي لك بحب صادق جدا جدا جدا. تمام، فربنا معاكم ان شاء الله. يا رب تكون القرايه دي عجبتكم، ويا ريت لو عجبتكم تكتبوا لي في الكومنتات، او لو انطبقت عليكم يعني تكتبوا في الكومنتات مدى تطبق القرايه دي عليكم. وان شاء الله هنعمل فيديوهات بعد كده قصيره، واشوفكم على خير. سلام.